منزلة الأئمة عليهم السلام. قال الإمام الحسين عليه السلام: دخلت أنا وأخي على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجلسني على فخذه، وأجلس أخي الحسن على فخذه الأخرى، ثم قبلنا وقال: بأبي أنتما من إمامين صالحين اختاركما الله مني ومن أبيكما وأمكما، واختار من صلبك يا حسين 9 أئمة، تاسعهم قائمهم، وكلكم في الفضل والمنزلة عند الله تعالى سواه.